جميل سيف الامارات، سيف الامارات الاول، السيف قطري، سيف الامارات يذهب الى الدوحه مع الذهبي سالم بن فاران المري، سالم بن فاران المري يذهب مع الدوحه مع التماس على المركز الاول. يا هالقطر السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، الله الله ناموس يا هالقطر، الله يا عمري قطر، الله يا داري قطر، طرابلس طرابلس مع السيف، طرابلس مع السيف، طرابلس مع السيف، التماس مع السيف، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله الله الرباع صامده تريد التجاوز، تريد التجاوز هنا مع العزرة والرباع صامده، اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير، المسار الذي ينطلق به، هذه النوعيات ما شاء الله، العزرة العزرة الاسم الكبير، الاسم العملاق، الله على خط النهاية، على الانطلاق النهائي، على المسار النهاية وما تحمل هذه التحديات من إثارة في هذه اللحظات. إذن اللحظة الأخيرة وخط النهاية يستقبل هنا العزرة في لحظاتها الأخيرة لهجن العاصفة تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالك سيدي لكن التغيير الله 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 التغيير مع اللحظة الأخيرة من الرباعة. المركز الأول، المركز الثاني بن غدير انطلق مع العنود وهنا في لحظة نهائية المركز الثاني علم في المركز الثاني اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بن عرطي الحميري أبو حمد الخبرة أيضا تتواصل والمركز الثالث هنا الانطلاق من ثالث المراكز بشاير لهجن العاصمة حمد بن راشد بن غدير ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. اللحظات الأخيرة هناك على المركز الرابع انطلق مع رابع المراكز جميله اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم زيد بن احمد بن خريد الينيبي من خلال هذا المسار. خلاص خلاص اذا هنا خط النهايه، انطلاقه النهايه، مسار النهايه، حمل العنود على المركز الاول تهانينا والناموس من خلال هذه الانطلاقه لهج العاصمه ومالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا ايضا لحمد بن راشد بن غدير المركز. المعركه شديده، المعركه طاحنه في مقدمتي هذا الشوط ورا شكلان، شكلان يتسلل ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط اللي اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، لكن الهزاز الهزاز يهتز وهز المركز الأول وهز الجعادين، يغير وهز الميدان وعرضية الميدان تهتز تحت أقدام الهزاز لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي وبانت المنصة وبان خط النهاية وها هو الهزاز يهتز ويقترب من خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي المركز. الله 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 الله، قلت التركيز مطلوب، التركيز يا اخواني ومهيض مهيض. هذا انطلق 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 يبغي ينفذ ينفذ هذه اللحظه، ينفذ هذه الانطلاقه، مهيض على المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مراشد والفارس وصل، الفارس الفارس ومهيض الاثنين على موقع واحد متقارب مع هذه اللحظه. تقدم الفارس بقليل ما شاء الله ومهيض، لا زال مهيض الفارس، الفارس ومهيض، من يصل لخط النهايه؟ هجن العاصفه هنا تقود الفارس وهناك ايضا مهيض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم
اليوم، ولكن خلاص سجل يا سجل يا مسجل، دون يا مدون، النهاية هنا مع الفارسي وهجن العاصفة. والشاهينية لا زالت ترقص على مقدمة هذا الشوط، ولا زالت منفردة بمقدمة هذا الشوط كعوايدها دائما كما عودت جماهيرها ومحبينها. وأرى مرموقة، مرموقة تتسلل إلى المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والشاهينية تغترب، تغترب من خط النهاية، تغترب من المنصة الرئيسية، ومرموقة رافعة راية التهديد. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، الشاهينية ومرموقة، الشاهينية ومرموقة، الشاهينية تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري. مرموقة يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز لهجن العاصفة. ها هي هيبة تشاهدونا على شاشة التلفزيون، لا زالت ترقص على مقدمة هذا الشوط وهي تقترب من خط النهاية. خط النهاية يتراقص حبا وشوقا لاحتضان هيبة وموسيقى وأيضا مكيدة. يا سلام يا سلام، استراحة المحارب، استراحة المحارب. دون دون يا أبو صابر، دون يا أبو صابر. هيبة لهجن العاصفة في المركز الأول، وفي المركز الثاني مسيكة لهجن العاصفة، المركز الثالث مكيدة لهجن العاصفة. تنافس ما بين الشامخ وما بين مهيض، مهيض والشامخ، والشامخ بدأ يتسلل على حساب مهيض إلى المقدمة عند الأربعمية متر الأخيرة. ومن هجن العاصفة ما شاء الله بدأ يرقص وزاد من سرعته، يؤكد إثبات الجدارة في الأمتار الأخيرة والأصالة والناموس والاستعداد الجيد والجميل والرائع للقاية. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الواثق على التضمير والمتابعة والإشراف على هجن العاصفة في هذا المنطلق الجميل، لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني، المتابعين، الحضور الجميل والانطلاقات الرائعة والتحديات الجميلة في رياضتنا العربية إلى صيلة. وهذا هو طواش، طواش ينفرد انفراد كامل وانفراد كلي عن بقية المراكز ليعلن تحدي هذا الشوط بدون منافس على الإطلاق. يحمل شعار هجن العاصفة بهذا التحدي الجميل بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذا هو يقرب من خط النهاية والمئة متر الأخيرة، واستراحة المحارب في هذه اللحظات بدون أي توامر للوصول إلى خط النهاية بدون منافس. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير، تهانينا. وناموس المركز الثاني، الرباع من هجن الرياسة بقيادة خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري. ثاني المراكز مياسة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. يا سلام الثنتين. المركز الثالث الشاهينية لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم بمتابعة محمد بن سعيد بن مروشد في ثالث المراكز. ولكن الثنتين يا سلام، بدأت مياسة، بدأت مياسة تتسلل، ولكن الرباع لا زالت مصرة، مصرة كل الأسرار على تنافس هذا الشوط. ولكن مياسة تسحب بساط المركز الأول، تغير إلى المقدمة بهذا الرقص والأداء الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مياسة، تهانينا الهجن العاصفة على هذا الفوز وناموس. المركز طلاق راية التابعة لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. يا سلام يا سلام يا سلام، ذهيبة من الجانب الآخر تحاول، تحاول محاولات جدية لانتزاع الصدارة، لانتزاع المقدمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في متابعة الذهيبة، الذهيبة ونجدة. ولكن نجدة هي الأغرب، هي الأغرب للفوز وللناموس في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي الأخير، النجدة بالفعل، اللحظات الأخيرة. تهاني للهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. الوصل المركز الثاني الذهيبة لسمو الشيخ مكتوم. الشكلان ينطلق، ينطلق بناموس هذا الشوط مع الاندفاع المتميز، مع الرقص المسائي الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن أرى هني مبشر، أرى مبشر قادم بكل قوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهير بن مبارك بن مرخان. من يعلن، من يعلن الهجوم؟ ولكن شكلان
قفل على مجريات هذا الشوط. تهانينا تهانينا من هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني موصوله لسعيد بن سالم النينيبي. وسلام سلام يا المرموم، سلام تحيه واحترام مع الاداء المتميز والانفراد الرائع اللي قدمه شكلان بين وينفرد بناموس هذا الشوط، يقترب من المنصه الرئيسيه ومن خط النهايه وهو بدون اي منافس بدون اي منازع على الاطلاق. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لسعيد بن سالم النينيبي على فوز شكلان بالمركز الاول في المركز الاخير وال400 متر الاخيره. مشاهدينا متابعينا الكرام، وبطاش على الصداره، بطاش على المقدمه، التحدي، الاثاره، يا سلام يا سلام يا سلام، بطاش على صداره هذا الشوط، يا سلام. تهانينا تهانينا للهجن العاصفه، والتهاني دائما للوافق حمد بن راشد بن غدير، وها هو بطاش، ولكن الهجوم الهجوم والتحدي، يا سلام يا سلام يا سلام. حشيم 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 ينتزع الصداره، ينتزع المقدمه في اللحظات الاخيره. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وسلام يا المرموم سلام مع الاداء الجميل اللي قدمه حشيم على المركز الاول من هجنة الرئاسه بقياده خلفان بن محمد بن خصيبه الظاهري الشاهينيه. على المركز الثاني لهجنة العاصفه محمد بن راشد بن حمد بن غدير، والتحديات القويه هنا، التحدي هنا، الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. إذن التحدي بين بشاير وبين الشاهينية، بشاير والشاهينية، بشاير والشاهينية، ولكن بشاير على الصدارة، الشاهينية تحاول، بشاير الشاهينية، بشاير شاهينية، بشاير شاهينية، بشاير بشاير شاهينية، شاهينية بشاير شاهينية، بشاير لحظات الأخيرة، لحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. أترك الأعضاء لجنة خط النهاية. تبارك الله على هذا الأداء الجميل. هنا الصدارة، هنا المقدمة، ولكن لغزيلة 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 على الصدارة بمعيتها هنا قمرية، لغزيلة وقمرية على الصدارة من هجن العاصفة، يقترب من الفوز ومن الناموس. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز لقمرية ولغزيلة في المركزين الأول والثاني. المركز